وأيضا إحنا نعرف أنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أطلق مشاريع كبرى، مشاريع عملاقة مثل القدية والنيوم والبحر الأحمر وغيرها. هذه المشاريع تستهدف خلق 1,800,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة. فعشان نخلق هذه الوظائف نحتاج إلى سوق عمل منظم مطور جاذب، وبالتالي عملت الاستراتيجية لتهيئة البنية المناسبة لخلق هذه الظروف لجذب هذه الاستثمارات.